مصريين بهدوء كده ماشي. من اللاعبين المصريين اللي ممكن بعد البطولة دي يجي لهم عروض كويسة؟ والله انا قلت يعني هي فكرة كلها طبعا هو السن فارق للاسف في اوروبا، ولكن يعني انا بصراحه انت بتبص للعيبه زي محمد الشناوي بالقدرات بتاعته بالامكانيات بتاعته تقول ان ليه ما عندناش يعني القماشه دي نشتغل عليها من بدري انها تتسوق بشكل حلو انها تلعب في بره. انت عارف ان محمد الشناوي من ايام ما كان في البتروجيت، دي معلومه يعني، كان عنده عرض مهم جدا في البرتغال وما راحش، ما هي ما يعني ما عنديش علم اسباب تفصيل ايه وقتها يعني، بس كان عنده عرض وقتها في البرتغال يعني. ما هو اصل ببساطه شديده ما هو محمد الشناوي وعصام الحضري وكل اللعيبه يعني بنتكلم على حراسه المرمى عموما، صح؟ احنا بنتكلم على حراسه المرمى عندنا بتبتدي نستغلها او يعني خلينا نقول ده حارس صاعد ابتداء من 27 سنه، وانا مش شايف ده صح. يعني بياخد الفرصه تبتدي ياخد الفرصه بشكل كبير قوي يعني بعديها بحبه حلوين. فيعني احنا الشناوي بقاله اربع خمس سنين توب فورم. نتيجه مباراه مصر والمانيا في كره اليد قدام حضراتكم هتبقى متابعينها اول باول لنهايه الحلقه، وهتكون موجوده معاكم كمان هنتابعها بعد الحلقه ان شاء الله في طوكيو 2020 مع زميلي العزيز فتح الله زيدان. تعرفوا نتيجه منتخبنا وان شاء الله الفوز يكون حليفنا باذن الله. طب اتفضل يا عمر. بس فالشناوي مثلا انت دلوقتي لما الناس كلها هتبتدي تتفرج في العالم كله بيتفرج على حارس منتخب مصر، الصحافه البرازيليه بتتكلم عليه، ده قالوا ده التهديد الاساسي للمنتخب البرازيلي. ايه يا جماعه الحارس العملاق ده؟ فهو انت بتتكلم على حارس زي ده باداء زي ده، احسن حارس في البطوله بمسافه حلوه عن اي حارس يعني بالاداء والتصديات وكل حاجه، فتقول ده حرام ما يروحلوش يعني. ولكن يعني هنيجي نتكلم على لعيبه بقى، انت بتتكلم بجد، انا شايف ان اكرم توفيق قدم اداء هايل جدا، هايل نموذج. جدا جدا نموذج بصراحه يعني، لعيب بدني هايل جدا، تكتيكيا عالي جدا، ملتزم جدا في نص الملعب. حجم التطور كمان السريع جدا في اكرم توفيق مبهر مبهر مبهر، تطور بصراحة في التمريرات، تطور في الهرديات، تطور في التمركزات، تطور في التدخلات، تطور مش طبيعي. وهي بقى النقطه دي احنا المفروض يبقى عندنا منظومه شويه ان في مدربين ابتدي اشوف اكرم اوظفه من دلوقتي احطه في مركز معين، ما ابتديش بقى الراجل عشان بدني احذفه في كل حته. كان لسه كابتن عصام مرعي معايا بيكلمني على احمد ياسر ريان قد ايه هو لعيب موهوب وقد ايه لعيب هداف، بس ناقصه حاجات، الحاجات دي ينفع يعني ينفع مدرب يكملها طبعا بسهوله طبعا، فما ينفعش يتساب يعني طبعا. ما ينفعش يتساب عنده مهاره او اثنين او ثلاثه ويسيب الرابعه والخامسه والسادسه عشان المدرب مش بينميهم فيه. ما هو الريفرنس دايما اللي احنا اللي خلاص بقى عندنا الحمد لله ريفرنس عالمي محمد صلاح في الاول والاخر انت بتتكلم كلاعب سريع جدا، دي الموهبه الاساسيه اللي في سريع جدا جدا وعلى طول رايح على الجول، بس ممكن كان بيضيع كتير الاول. صح. دلوقتي انت تبص على محمد صلاح انت ما شاء الله اكبر، هو مش ناقصه حاجه. تفتكر محمد صلاح نقطه التحول بتاعته كانت ايس روما؟ يعني قبل ايس روما حاجه وبعد ايس روما حاجه ثانيه، وكان مع اسباليتي. انا في رايي اسباليتي اكتر المدربين اللي اشتغلوا على المهارات الفرديه لمحمد صلاح، فهي بتفرق في مدرب. ما هو باولو سوزا وسباليتي الاثنين فعلا، ما هو الراجل رجع من ايطاليا راح ليفربول، لا انت شفت لعيب بشكل تاني، بصيت لصلاح بشكل تاني، ما هو ده اللي احنا عايزين نعمله من دلوقتي. اكرم توفيق ده مثلا انت بتشوف ابرز الميزات اللي فيه، يعني هو لو بتتكلم على ديستروير بلغه الكوره دلوقتي، الراجل ده ممكن ما حدش يعدي منه لو انت استغليته بشكل كويس، يعني لو اتلعبت 4-1 4-1 فعلا.